أعزائي المشاهدين، شاهدنا مع بعض الحالة الثانية من برنامج سنابل الخير والذين بحاجة للدعم والمساعدة قدر الاستطاعة. خلونا الآن ننتقل إلى حالة سابقة تم زيارتها سابقا لنتعرف أكثر مدى تفاعل فاعلين الخير مع هذه الحالة. عدنا لهذا اليوم، كانت لحالة الأخ مرشد مع أسرته المكونة من 12 شخصا وزوجته المريضة التي كانت تحتاج لعملية في أسرع وقت ممكن، وتم ذلك بعون الله بعد أن تم التبرع لها بقيمة العملية. معي أسرة هي 12 نفر، ووقع معي مرض في أمهم، فجوفة على الخير فبارك الله فيهم، وقع يجي 200,000 فتحسنت، فعالجنا فكينا لها العملية فتحسنت الحمد لله وربك كريم. مرشد ما زال بحاجة للتواصل معه، ففي هذا المكان البسيط يعيش وبحثا عن مصدر رزق يتمنى، فالنوم جافي عيونه، ورغم هذا يحمد الله ويشكر فاعلين الخير على وقوفهم معه. أمل وحلم وأمنية، هذه الأشياء الذين يحتاجونها الكثير من هؤلاء الأشخاص التي يتم عرض حالاتهم في برنامج سنابل الخير. لا تنسوا أن تتواصلوا مع هؤلاء لأنهم في أمس الحاجة إليكم. نشكر كل الأشخاص الذين تفاعلوا مع الحالات السابقة ونتمنى أن تستمروا في ذلك. شكرا لمشاهدتكم هذه الحلقة، أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد. إلى اللقاء.